الله واحد. طيب نخش تاني على أقول إيه الأعضاء عالم تاني. أعضاء عالم تاني بالنسبة لي يعني أجيال، يعني مش عارف أوصفها بأكتر من كده، بس هو أجيال فعلا. في جيل أول يعني ظهر بشدة، ثم ظهر جيل تاني، ثم ظهر جيل تالت، ثم ظهر كوادر جديدة، ثم وثم، وده دي سنة الحياة طبعا. يعني احنا الجيل الأول زي حالتنا ده عجز وشيخ، ظهر جيل بعديه، الجيل اللي بعديه حس ان هو عجز وشيخ، وطبعا انا مقدرش اقول ان هو معجز وشيخ، يعني هما لسه شباب طبعا، احنا عجز. ظهرت كوادر جديدة. طيب الكوادر الجديدة انا عايز اقول لها بس حاجة، احنا كان عندنا حلم، زي ما قلت ان احنا كنا عايزين عالم تاني يوصل لكل الدفعات. انا اتمنى ان انتوا تتواصلوا على الحلم ده، يعني احنا فشلنا ان احنا نحقق الحلم ده، كل اللي قدرنا نوصله له هو دفعتنا، احنا وصلنا لدفعتنا بس. نفسي نوصل لكل الدفعات، نفسي منتدى زي منتدى مثلا، زي ما بخش على منتدى عين شمس مثلا وانقيم عشان اخد منه تسجيلات دكتور المطري، تسجيلات مش عارف مين، تسجيلات دكتور المندو، تسجيلات أسامة، تسجيلات غيرهم. عايز اخش برضو، بخش على منتدى القصر العيني اخد منه تسجيلات مش عارف مين، او اخد منه حاجات القصر العيني او حاجات مطلعة الكلية. برضو عندنا هنا في طنطا ناس كويسة جدا، عندنا دكتور طارق، عندنا دكتور وليد بتاع الفارم، عندنا دكتور عطار، عندنا دكتور سامح في الاناتومي لا يعلى عليه فعلا. عايزين نطلع التسجيلات دي الناس، عايزين زي ما بنقول انا بخش طب منتدى طب عين شمس، انا بخش منتدى طب طنطا اللي اسمه عالم تاني عشان اخد منه التسجيلات. عايزين ننشر مثلا ثقافة طنطا ديت يعني ليهم، يعني عايزين زي ما نكون من المواقع او المنتديات الطبية الصغيرة. لا احنا عايزين، طبعا ما سمعناش مثلا عن منتدى جامعة المنصورة او الزقازيق الا بحاجات اقليمية، لا احنا عايزين طنطا دي حاجة تبقى مش اقليمية، يعني طنطا منتدى طب طنطا عالم تاني يبقى حاجة تناطح المنتديات الكبيرة دي. هتقولي الفيس ده مجمع، وكل مجموعة كل دفعة واخدة نفسها في جروب وعاملة مش عارف إيه، مفيش تعارض. أنا شايف إن مفيش تعارض فعلا ما بين الفيسبوك والمنتديات، يعني الفيسبوك يعني مثلا شايف إن هو حاجة open community، يعني حاجة social communication ما بين الناس كلها. إيه ليه ما بيبقاش فيه local community، يعني منتدى إقليمي، يعني موقع إقليمي بيضم الناس. يعني انا داخل على الفيس، عن نفسي مثلا اخش على الفيسبوك حاسس ان هو مبهوأ شوية، نظامه غريب شوية، كومنتاته ثابتة، نظامه ثابت، مفهوش الروح اللي هي لو فيها. يعني كتشبيه مثلا، انا لو دخلت قاعة اجتماعات كبيرة غير طبعا لما اخش بيتي، هي دي الفكرة، يعني ده كوميونيتي كبير. انما لو دخلت على اللوكال كوميونيتي، انا في كممبر في عيلة لو غبت يوم الناس هتفتقدني، لو غبت مش عارف ايه كلام من ده، او مفيش تعارض ما بين الاتنين. يعني كل اتمنى ان من اعضاء عالم تاني الموجودين دلوقتي انهم يستمروا على نفس الحلم، ان عالم تاني، يعني احنا حلمنا بحاجة وفشلنا ان احنا نحققها، وبعدين عجزنا وشخنا بعض الناس اللي اتمنى يكون عندهم نفس الحماس انهم يكملوا في المنتدى دوت ويوصلوا بيه للحلم اللي احنا عايزينه. انا بشكركم جدا على حسن الاستماع، او انكم وصلتوا لهذه النقطة من التسجيل طلبوا سمسم دوت.
كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب دايما عالم تاني مجمعنا، وربنا يوفقكم كل يوفق كلكم في الامتحانات، وتطلع النتيجة مبشرة للكل. وحاجة بس أحب أوجهها يعني لزميلي يا صديقي أحمد السبحي، ألف مبروك قد كتابه. يعني أنا مش هفوت منتدى، يعني مش هفوت المنتدى غير لما أقول له ألف مبروك. يعني ده أول واحد من زمان يكتب كتابه، ربنا يتمم لك بخير يا رب. شكرا.